أهم الغزوات عندنا سبعة. بدر تيموس تريم بدر وأحد تريم أحد والأحزاب هي الخندق تيموس تريم أحزاب تيموس تريم خندق وفتح مكة هاين تريم فتح مكة وخيبر هاين تريم خيبر وحنين هاين تريم حنين وتبوك هاين تريم تبوك. هذه أهم الغزوات عندنا سبعة. نهاية كتاب الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم توروه ما يبين سرعة سكان سبعة يوم.